كنظن بان 2020 ما خصناش نهضروا على تقييم ديال الخسائر، لان 2020 تقريبا تم اغلاق المحلات ديالنا لمده 100 يوم، ومن بعد ملي سمحوا لنا نفتحوا كانت الطاقه الاستيعابيه ديالنا ما كتفوتش 50%، ومن بعد تم فرض علينا يعني الاقفال لبعض في بعض الاحيان السبعه ديال السبعه مساء، وحاليا مع الثمانيه. يعني القطاع ديالنا المداخل ديالو مقارنه مع 2019 ما كتفوتش 40%، يعني تم تقريبا فقدان واحد 60% من المداخل. يعني الخسائر لا تحصى، لان الانسان ملي كتكون عنده واحد المداخل اللي كتنزل ب 60% وكيكون عنده يعني لي شارج ديالو، يعني البيرسونيل الكراء لي شارج فيكس، ما يمكنش لك ترفع الراس. كانت بعض المساعدات اللي كانت يعني حطاتها لجنه اليقظه، لكن هذا الشيء ما كافي شيء، لان المساعدات اللي كانت وهي ديال ضمان غولونس وضمان اكسجين 80% ديال القطاع ديالنا تقريبا يعني كيتكون من الشركات الصغرى والمقاولين الذاتيين، ما كانش عندهم الحق يعني في باش يمكن لهم ياخذوا هذا الكريدي في اكسجين ولا غولونس. كنظن بان حتى الشركات اللي استغلت وخدات هذا الضمان غولونس وضمان اكسجين تقل على الميزانيه ديالو، تقل على يعني لو طو دونديتمون ديال الشركه. الانسان ملي كياخذ واحد القرض كياخذ هذا القرض باش يمكن له يستغلو ويجيب به يعني قيمه مضافه، ماشي باش يخلص به الخدام ديالو ولا يخلص به الكرا ديالو. هذه مهمه بزاف، لان ملي كتاخذ ان كريدي سي بو كري دو لا فالور اجوتي. حاليا القطاع ديالنا مازال يعني غادي في الخساره. اللي كنطالبوا حنايا وهو تكون واحد الرؤيه لمده لهاد الظرفيه ديال ان شاء الله ديال رمضان، واش غيسمحوا للمحلات المقاهي والمطاعم يعني بالاشتغال اثناء الفطور ومن بعد الفطور، ولا غيتم الاقفال ديالهم حتى من بعد رمضان، واش كاينه شي رؤيه وما كاينه شيء. الظرفيه صعيبه لكل شيء، ولكن القطاع ديالنا راه من اكبر المتضررين اللي من هذه الازمه اللي كتمر في بلادنا، والله يحفظنا منها والله يحفظ هذه البلاد. شكرا.